أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في خدمة دروس المرحلة الدراسية ثالث ابتدائي، الفصل الدراسي الثاني، المادة لغتي الجميلة. موضوع الدرس تدريبات على درس ما أجمل العمل، إعداد وتقديم الأستاذ سلطان الشمري. يسعى هذا الدرس أيها الأحبة إلى تحقيق الأهداف التالية: أولاً، التعرف على المعاني الغامضة في النص باستخدام الترادف والتضاد. ثانياً، أن يحدد الطالب الشخصيات الواردة في النص. ثالثاً، أن يطلع الطالب على نماذج إيجابية. فهيا معا لتحقيق هذه الأهداف. عزيزي الطالب، أصل الكلمة بما يناسب كل مهنة ثم أتحدث عن إحداها. خياط، خياط، ما الإجابة الصحيحة؟ نفكر قليلا. أحسنتم، إجابة صحيحة. عزيزي الطالب، من هو الخياط؟ من هو الخياط؟ هو من يقوم بمهنة حياكة الملابس. أحسنتم. عامل نظافة، عامل نظافة، ما الإجابة؟ نفكر قليلا. أحسنتم، من هو عامل النظافة؟ هو من يقوم بمهنة النظافة وإزالة ماذا؟ وإزالة الأوساخ. أحسنتم. عزيزي الطالب، أقرأ وألاحظ الكلمات الملونة. نحن يا بني يجب ألا نكون أقل من هذه الكائنات، 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 عملا ونشاطا. كل نملة تحمل قوتها، قوتها، قوتها إلى بيتها كي تخزنه، تخزنه، تخزنه لأيام الشتاء. قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر، ميسر، ميسر لما خلق له. عزيزي الطالب، أقرأ قراءة معبرة. خرج خالد إلى حقل قريب من بيته فرأى فلاحا يمسك بمحراثه ويعمل بجد ونشاط. اقترب منه وراح يتأمله ثم سلم عليه وسأله: ألم تتعب يا عماه من هذا العمل؟ أقرأ وألاحظ الحرف المضعف. وانظر إلى تلك النحلة، 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 الحرف المضعف هو حرف النون، عبارة عن حرفين تتنقل بين الأزهار كي تمتص، تمتص. الحرف المضعف الصاد عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حرفين، رحيقها لتصنع منه عسلا طيبا، طيبا، طيبا. الحرف المضعف حرف ماذا؟ حرف الياء، عبارة عن، عبارة عن حرفين. خالد حقا، حقا، الحرف المضعف حرف القاف عبارة عن حرفين. حقا يا عمي، عمي، الحرف المضعف حرف الميم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حرفين.
فما أجمل العمل وسأحرص إن شاء الله. الله الحرف المضاعف ماذا؟ حرف اللام عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حرفين، على أن أكون في المستقبل عاملا نافعا لديني ووطني. عزيزي الطالب، أستخرج من النص، أستخرج من النص كلمات تحوي تضعيف الفتح، ما الإجابة؟ نفكر قليلا. فلاحا، فلاحا عبارة عن حرفين. أحسنتم. إذن كما أشرنا الحرف المضاعف هنا عبارة عن حرفين. ما الإجابة الأخرى؟ نفكر قليلا يا أحبة. يتأمله. أحسنتم. حرف الميم حرف مضاعف عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حرفين. ما الإجابة؟ سلم. اللام عبارة عن حرفين. أحسنتم. ما الإجابة؟ يا عماه. حرف الميم حرف مضاعف عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حرفين. تضعيف الكسر، تضعيف الكسر. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. جدي. الحرف المضاعف حرف الدال عبارة عن حرفين، نقول بجد ونشاط. الحرف المضاعف حرف الدال عبارة عن حرفين. أحسنتم. كذلك ما الإجابة الأخرى؟ نفكر قليلا. طيبا. الحرف المضاعف حرف الياء عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حرفين. أحسنتم. ما الإجابة الأخرى؟ نفكر قليلا. الشتاء. الحرف المضاعف حرف الشين عبارة عن حرفين. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. تخزنه. الحرف المضاعف حرف الزاء عبارة عن حرفين. أحسنتم. عزيزي الطالب، أستخدم أحاكي المثال الأول في استخدام أداة الشرط. من؟ من جد وجد، ومن زرع حصد. من؟ فراغ نجح. ما الإجابة؟ نحاكي المثال السابق. من ذاكر نجح. أحسنتم. من فراغ. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. من اجتهد تفوق. أحسنتم. عزيزي الطالب، أحول الأفعال التالية إلى أسماء آلة على وزن مفعال. عزيزي الطالب، ما المقصود باسم الآلة؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا.
اسم مشتق من حروف الفعل للدلالة على ماذا؟ نركز، للدلالة على الأداة التي يقع بها الحدث. نعيد، للدلالة على الأداة التي يقع بها الحدث. الفعل حرث، ما اسم الآلة؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا. محراث، والجملة يحرث الفلاح بمحراثه. أحسنتم. إذن محراث على وزن مفعال. الفعل نشر، نشر، ما الإجابة؟ منشار، منشار، على وزن مفعال. الجملة ينشر النجار بمنشاره. أحسنتم. فتح، فتح، ما الإجابة؟ نفكر قليلا. مفتاح، مفتاح، على وزن مفعال. الجملة يفتح العامل بمفتاحه، يفتح العامل بمفتاحه. الفعل رسم، ما الإجابة؟ مرسام، يرسم الفنان بمرسامه. أحسنتم. عزيزي الطالب، أعبر، أكون من الكلمات التالية جملا ثم أكتبها. أكون من الكلمات التالية جملا ثم أكتبها. جد، حصد، زرع، من، ومن، وجد. ما الإجابة الصحيحة؟ نفكر قليلا. من جد وجد، ومن زرع حصد. من جد وجد، ومن زرع حصد. أحسنتم. العملي، الإسلام دين. ما الجملة الصحيحة؟ ما الإجابة؟ الإسلام دين العمل. أحسنتم. المسلم عمله أمين فيه. ما الجملة الصحيحة؟ نفكر قليلا. المسلم أمين في عمله، المسلم أمين في عمله. أحسنتم. عزيزي الطالب، أعبر، أملأ الفراغات. كيف تخدم وطنك؟ أعمل طبيبا يداوي المرضى. أعمل معلما فراغ. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. أعمل معلما يعلم الطلاب. أحسنتم. أعمل فراغ، ما الإجابة؟ نفكر قليلا. أعمل مهندسا يبني البيوت. أحسنتم، إجابة رائعة. عزيزي الطالب، ألاحظ الصورة ثم أحدد الشخص المناسب لحل المشكلة. نلاحظ الصورة، الخيارات، الخيار الأول سباك، الخيار الثاني
نجار، الخيار الثالث الشرطي. ما الإجابة الصحيحة؟ نفكر. سباك، أحسنتم، إجابة رائعة. تعلمنا اليوم الدروس المستفادة من القصة: أولا العمل عبادة، ثانيا أهمية العمل، ثالثا الاعتماد على النفس، رابعا التعرف على المهن. هذا هو درسنا اليوم، وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.